أخبار الرياضة، أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للرياضة تلقيها نتائج التحقيق من هيئة الرقابة والتحقيق بشأن ملف نادي الاتحاد، وأشارت الهيئة في بيان لها أن ديون النادي بدأت منذ موسم 2007 بعد أن تسبب فيها عدد من الأشخاص في إدارات متلاحقة. وكشف البيان أن الخطوة القادمة ستكون تحديد المسؤول عن كل مخالفة عبر تشكيل لجنة من الهيئة العامة للرياضة ورئيس النادي الحالي، وذلك للوصول إلى استكمال متطلبات التحقيق التي طلبتها هيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ التدابير اللازمة. تحولت لعبة البلوت الشعبية إلى اللعبة الأشهر في السعودية بعدما أصبح لها بطولة مليونية تنظمها الهيئة العامة للرياضة. نتابع. تحظى لعبة البلوت بشعبية في كثير من الملتقيات الشبابية وجلسات السعوديين، حيث تعتبر اللعبة الأولى بين ألعاب الورق الأخرى. وقد اختلفت الأقوال في أصل اللعبة، حيث تذكر المصادر أن من اكتشفها هم الهنود، والبعض الآخر يقول أنها لعبة صينية، وآخرون قالوا أنها فرنسية الأصل وتعود إلى القرن السابع الميلادي. وعند العرب يعود تاريخ لعب الورق إلى القرن الرابع عشر عندما دخلت عن طريق المهاجرين الهنود في عهد العثمانيين. أما لعبة البلوت فتاريخها يعود إلى بدايات القرن العشرين، ولا يعرف على وجه التحديد السبب الرئيس لتسميتها، لكن يعتقد أنها جاءت مستوحاة من اسم رجل فرنسي يدعى بلوت، وهو من وضع قوانينها، فيما ذهب آخرون إلى أن اسم اللعبة جاء من الكلمة الإنجليزية بلوت. وتخضع اللعبة لعدد من القوانين، بداية مع وجود أربعة لاعبين مقسمين على فريقين، وتوزع فيها 32 ورقة، لكل لاعب 8 أوراق، وتكون اللعبة بنظامين هما الصن والحكم، والأول أقوى من الثاني. وهناك طريقة حسابية للعبة، يفوز من يصل إلى الرقم 152 من خلال المكاسب التي تحصل عليها الفريق. وشهدت اللعبة تطورات تقنية عديدة، حيث أصبح لها برامج تلفزيونية، كما تحولت إلى اللعبة الرقمية يمكن تحميلها على الأجهزة والهواتف المحمولة. والآن وبعد اعتماد أول بطولة رسمية للبلوت من الهيئة العامة للرياضة، تحقق حلم الممارسين لها لتتحول من منافسات شعبية إلى لعبة تنافسية جماهيرية تقام تحت تنظيم يليق بها. احتل وسم بطولة المملكة للبلوت والذي تم إطلاقه بعد إعلان الهيئة العامة للرياضة عن البطولة صدارة قائمة الرسوم أو الوسوم الأكثر تداولا في المملكة والخامس على العالم. وكتب رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ تغريدة لشركة الاتصالات السعودية تساءل فيها عن إمكانية رعاية البطولة. هذه التغريدة وجدت تفاعلا كبيرا عبر تويتر، إذ أبدت عددا من الشركات والمؤسسات رغبتها في المشاركة برعاية هذه البطولة. تستكمل مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي، حيث يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض قمة مباريات الجولة بين الهلال والشباب. وسيسعى الشباب إلى استعادة الثقة من جديد بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها الخسارة أمام الفتح. ويأمل الشبابيون في استغلال تراجع الهلال، وعلى الجانب الآخر يسعى الهلال إلى تحقيق الفوز لمواصلة التربع
الشوي على صدارة الدوري، وسيفتقد الهلال لخدمات سلمان الفرج وعبد الله عطيف للإصابة إضافة لأسامة هوساوي. هذا وتختتم مساء غد السبت منافسات الجولة 22 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، عندما يلتقي الاتحاد بضيفه الفتح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ويسعى الفريقان إلى حسم اللقاء والحصول على النقاط الثلاث، حيث يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 29 نقطة بعد تفريطه في نقطتين ثمينتين من تعب، أو بعد تعادله في مباراته أمام القادسية بالجولة الماضية. ويدخل فريق الفتح اللقاء وله نفس الأهداف، خصوصا بعد انتعاشه بفوزه على الشباب في الجولة الماضية. يشار أن الفتح يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة. وعلى استاد مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة يواجه الفيصلي نظيره أحد، ويأمل الفيصلي صاحب المركز الرابع في التقدم أكثر في سلم الترتيب والظفر بنقاط اللقاء وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الأهلي، فيما يسعى أحد الذي يحتل المركز الثالث عشر للهروب من منطقة الخطر وتكرار انتصاره في الجولة الماضية على التعاون. أكد رئيس نادي النصر سلمان المالك بأن الباطن يستحق الفوز، وأن فريقه لم يظهر بتلك الصورة التي تليق أو تليق به. يعني قبل ما نقول هارد لك لازم نقول مبروك للباطن. يعني فريق قدم مباراة جميلة بروح، نازلين عندهم هدف عندهم طموح حقيقة. هذا كان اليوم اللي الفارق بيننا وبين بين اللاعبين اللي موجودين في ارض الملعب اليوم. حتى في التمارين ما كانت في هذه خلينا نقول لك الاخطاء والعشوائيه، ولكن ان شاء الله اتمنى انها تكون يعني كويس انها في مباراه دوري وليست في مباراه الكاس. المستوى ما كان مقنع، يعني لاعب ولاعبين اللي كانوا مستواهم جيد، البقيه الحقيقه كلهم لازم يراجعوا مستواهم بدون ذكر أسماء، لازم يراجعوا مستواهم، لأنه في الأول والأخير الجمهور حقه علينا أن نأدي بشكل جيد، كل واحد يقدم ما عليه. أما الصورة هذه صراحة لا تليق فيهم كنجوم ولا تليق في نادي النصر، وإن شاء الله بأنا أقول أنهم على قدر من الوعي والثقة إن شاء الله أنهم يقدر يعودوا زي ما أسعدونا في السابق. من جانبه قال رئيس نادي الباطن ناصر الهوادي أن فريقه استطاع العودة للانتصارات بعد أكثر من 60 يوما، مشيرا أن الفريق مر بفترة حرجة لكنه خرج منها. لأن نادي الباطن كان مريض في الفترة 76 يوم لم نذق الفوز. اليوم عودتنا وفوزنا بهذا المستوى وبهذه النتيجة الحمد لله، هذه أمور مبشرة، وإن شاء الله القادم أفضل في المباريات الجاية. إحنا كنا يعني في فترة برينا فترة عصيبة، فترة سيئة، يمكن ثلث من الدوري كان الفريق ما يقدم، كانت هناك مشاكل ايضا، تغيير من المدرب. المدرب اليوم المدرب كان حاضر في الملعب في تكتيك عالي. سيبيريا سوى سيبيريا كان يحتاج بعض الوقت لتعديل كثير اشياء كثيره في نادي الباطن، والحمد لله اليوم شفتوا الفريق ادى اشياء كثيره، وان شاء الله الباطن لن يعود الى 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 وضعه السابق، وان شاء الله يكمل لنهايه الدوري. أعلن البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال اقتراب عودته للملاعب وسفره للرياض للانضمام للفريق. وذكر إدواردو عبر حسابه الرسمي في موقع الإنستغرام وصوله إلى اللياقة الكاملة، مشيرا أنه الآن أكثر استعدادا من أي وقت مضى للعودة للملاعب، كما اقترب السوري عمر خريبين من العودة لتدريبات الفريق الجماعية بعد أن قطع شوطا كبيرا من المرحلة العلاجية، وينتظر أن يدخل التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع المقبل، فيما يواصل نواف العابد برنامجه العلاجي على أن يخضع لبرنامج تدريبي خاص خلال الأسبوعين المقبلين قبل الدخول للتدريبات الجماعية.
وأخيرا إلى الجنادرية، حيث شهد جناح الهيئة العامة للرياضة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة تفاعلا كبيرا من رواد المهرجان الذين اطلعوا على ما يحتويه من منجزات الرياضة السعودية على المستويين القاري والدولي. نتابع. شاركت الهيئة العامة للرياضة في مهرجان الجنادرية 32، والذي يضم معرضا للصور وتوثيقات لإنجازات تاريخية رياضية تحكي تاريخ الرياضة السعودية في مختلف الألعاب. وظهر تفاعل الحضور مع قسم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية، والذي يعتبر محل اهتمام لدى الكثير من الزوار. طبعا الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد مهتم بالرياضة اللاسلكية بشكل عام، تمام، وحنا بالعادة نسميها يعني ما بيننا بالممارسين رياضة العائلة، تمام، في منها الطيارات اللاسلكية وأيضا السيارات اللاسلكية وأيضا القوارب اللاسلكية. وأقيمت أول بطولة في المملكة اللي هي بطولة المملكة الأولى للرياضات اللاسلكية بتاريخ 12 فبراير برعاية من هيئة الرياضة، وكان الجوائز تقدر قيمتها ب 600,000 ريال. وتنمي طائرات وسيارات التحكم اللاسلكي لدى الشباب حب العمل باليد ومعرفة التقنيات وخفاياها، كما تسهم في إيجاد بنية قوية من الشباب المخترعين. قاعد أشوف جهود جبارة من الهيئة العامة للرياضة، قاعد أشوف أشياء هنا ما توقعت يعني الصراحة أن أشوفها عندهم، خاصة الألعاب اللاسلكية والطيران، وهذه صراحة شيء كويس مرة، وأشكرهم الصراحة على الجهود الجبارة اللي قاعد يسوونها. ولم تغفل الهيئة العامة للرياضة الجانب الترفيهي للشباب والأطفال، حيث خصصت لهم عددا من الألعاب الإلكترونية والحركية التي تنمي فيهم جانب الإبداع والمنافسة. مهند المالكي للإخبارية، الرياض.